وكالعادة النجم محمد صلاح متألق في الدوري الإنجليزي. محمد لسه طبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين لسه جايب 4 تجوان في واتفورد. محمد دلوقتي في صدارة هدافين الدوري الإنجليزي. تعالوا نروح نشوف التقرير الجاي ونرجع لكم تاني على طول. ليلة 17 من مارس ليست كغيرها بالنسبة للأسطورة الجديدة في عالم كرة القدم محمد صلاح. اللهم أكرم، اللهم أكرم ابننا، ابننا محمد صلاح، محمد صلاح يا ربنا، يا ربنا في كأس العالم، في كأس العالم في روسيا، في روسيا هذا العالم، هذا العالم وأكرمه اليوم، وأكرمه اليوم بهاتريك، بهاتريك يا رب العالمين، يا رب العالمين. بدأت بدعوة خرجت من القلب، وكأن أبواب السماء مفتوحة لدعوة من مكة لأبي مكة ليمطر صلاح شباك واتفورد برباعية في ليلة لن ينساها مدافعو الفريق الإنجليزي قبل مو صلاح. نظرا لما قام به ابن 25، صلاح تلاعب أولا بمدافعين 2 من واتفورد ليسجل هدفه الأول في لقطة لا يجيدها إلا لاعبون من طراز محمد صلاح أو ليونيل ميسي. محمد صلاح يركز على طريقته الخاصة في اللعب، لا أعتقد بأنه يريد أن يوضع في مقارنة مع ليونيل ميسي، لكنه يواصل السير في طريق رائع، هذا أمر مؤكد، وهو بالفعل لاعب جيد للغاية. وما هي إلا دقائق حتى استقبل كرة عرضية متقنة من روبرتسون يضعها صلاح بيمينه مسجلا هدفه الثاني. بعدها قرر دفاع واتفورد استخدام كل الحيل لإيقاف هداف البريمير ليج، فحاوطه 3 منهم، ولكن هيهات هيهات، سجدة معتادة للدولي المصري القد بصداها على الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي. وفقه الله، شكرا يا أبا مكة، تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة، دمت علما ونجما ودام كل من يمثل الإسلام ويحسن هذا التمثيل. صلاح أبى أن يختتم ليلته إلا بتسجيل رباعية تاريخية حلقت به بعيدا في ترتيب هدفي الدوري الإنجليزي وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، التألق الكبير لأسطورة الكرة المصرية الذي تحول إلى رمز للمصريين والإسلام في أوروبا بعدما أشهر أحد جماهير ليفربول إسلامه عبر تويتر من خلال أحد الحسابات الشهيرة المتخصصة لجماهير الريدز باسم ليفربول فاميلي. أسطورة صلاح عشقها الصغار قبل الكبار، تواضع النجم الكبير سطر به تاريخا له بأحرف من نور في سجل أساطير كرة القدم الأوروبية والعالمية. Is it?